طبعا انا عندي ولدين، ولد وبنت كبار مش صغيرين، مش هينفع اجيب لهم عربيه صغيره، هيتخانقوا على مين اللي يركب في الساعه دي. وبعد كده فكرت كتير، جيت عند ديما شوب، جبت العربيه دي. ايه العربيه دي؟ عربيه جيب بتركب فردين، بتركب فردين، غريبه قوي انها تركب فردين. ده قال لي انت هتركب، قال لي انت اب؟ قلت له اه، قال لي يا باشا اركب انت كمان. تخيل، تخيل عربيه بالحجم والجمال ده، عربيه تشيل الوزن ده، عربيه مميزه جدا. هتجننيني ليه؟ اهي بصي، تعالي اثبتي، لوك جميل، استبن يمين وشمال، جيب اضاءات ليد، مساحه داخليه، ريموت كنترول، حزام امان، استبن خلفي، اضاءات ليد مميزه جدا، فيها عداد سرعه مضيء، زرار للكلاكسات. اسمع كده اغاني، فلاشه و اي اكس، زرار هزاز وزرار للاضاءه. اسمع يا باشا، يلا معرض هيما شوب يقدم لك كل جديد في عالم الالعاب.